أقسام الموقع. سوف نتعرف في هذا الجزء على باقي أقسام محتوى الصفحة الرئيسية. نذهب إلى مفتاح أدوات إنشاء الموقع وهو على يمين الصفحة وأسفل رسالة الترحيب، فتظهر لنا هذه الصفحة. نقوم بالضغط على مفتاح محتوى الصفحة الرئيسية، فتظهر لنا هذه الصفحة. نختار منها مفتاح أقسام الموقع. ولتفعيل أيقونة أقسام الموقع، قم بالضغط عليها لظهورها على الصفحه الرئيسيه للموقع كما يمكنك تغيير اسم اقسام الموقع للاسم الذي ترونه مناسبا حيث يتم كتابه العنوان الذي تريده في خانه عنوان الفقره ويمكنك ايضا اختيار اي من الاقسام الفرعيه لقسم واحد من اقسام الموقع ليتم عرضه على الصفحه الرئيسيه ثم قم بالضغط على حفظ تنسيق الصفحه الرئيسيه لتظهر على الصفحه الرئيسيه بهذا الشكل